بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن النهاردة يبقى فيه طقس حار رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك استاذه منى وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضراتكم. واحنا نازلين الفجر كان في كتمه كده في الجو، يمكن الجو امبارح كان احسن شويه يا دكتور محمود. طبعا هو الفتره دي اكيد مش هيبقى فيه ثبات في الاحوال الجويه من وقت للتاني، طبعا هيبدا في تغيرات بشكل تدريجي مش تغيرات بشكل كبير. في بعض الليالي ممكن نلاقي نشاط للرياح قوي بيبقى بيلطف الأجواء بشكل ملحوظ، أيام تانية ممكن يكون في بعض السحب الموجودة خلال ساعات الليل، دي في حد ذاتها بتؤدي إلى حبس درجات الحرارة في طبقات قريبة من سطح الأرض. يعني هنبدأ نلاقي بعض التغيرات، احنا خلاص يعتبر قربنا من نهاية فصل الصيف، إن شاء الله الصيف هينتهي في 21 سبتمبر علشان يبدأ على خير فصل الخريف في 22 سبتمبر إن شاء الله. ان شاء الله. طيب، كان في كلام على كتير من مواقع التواصل الاجتماعي امبارح ان وارد جدا مع بدايه سبتمبر ان يبقى في هطول للامطار، ده حقيقي؟ احنا بالفعل يمكن بدايه من اليوم او باليوم وغدا هيكون في فرص لامطار خفيفه، تكون امطار غير مؤثره على مناطق من سواحلنا الشماليه وبعض محافظات الوجه البحري، وإن كانت أمطار غير مؤثرة لكنها طبعا بتتزامن مع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا دي كان بينعدم وجودها تماما أو مرورها في فصل الصيف، ودي بتكون موجودة بشكل كبير كمان في فصل الشتاء، وبالتالي مجرد ظهور مثل هذه المنخفضات الجوية دلوقتي ده يعتبر شيء مبشر، بيبشر بقدوم فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف. المنخفض ده زي ما قلنا هيؤدي اليوم وغدا لتساقط بعض الامطار الخفيفه والغير مؤثره على مناطق من سواحلنا الشماليه، كمان ممكن النهارده وبكره نلاقي بعض فرص لوجود بعض السحب على مناطق متفرقه من شمال الجمهوريه، وبالتالي نقدر نقول انه بدايه من اليوم وحتى نهايه الاسبوع درجات الحراره بالنسبه للقاهره تتراوح ما بين ال 34 ل 33 درجه، وده يعتبر تحسن مقارنة بدرجات الحرارة اللي كنا بنشوفها الفترة اللي فاتت اللي ثبتت فترة على ال 36 و37 درجة مئوية، وطبعا غير الموجات شديدة الحرارة المتلاحقة اللي كنا بنشوفها في فصل الصيف اللي ارتفعت فيها درجات الحرارة بشكل كبير جدا. يمكن لو اتكلمنا كمان عن سرعات الرياح الفترة دي فهي في أغلبها معتدلة بتنشط في بعض الأحيان على مناطق متفرقة من الجمهورية، لكنه طبعا مش نشاط قوي، بتكون سرعاتها ما بين ال 35 ل 40 كيلومتر على الساعة، لكنها على كل حال بتلطف الأجواء بشكل كبير. أعتقد مش هنحس بفرق الجو ده ومش هنحس بانخفاض الحرارة غير مع انخفاض الرطوبة دكتور محمود. بالتأكيد، لكن خلينا نقول إنه بشكل تدريجي مع الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة هيكون في انخفاض برضه طفيف وغير ملموس في نسب الرطوبة، خاصة مع تواجد مثل هذه المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا اللي بدورها هي كمان لها دور كبير في انخفاض نسب الرطوبة على سطح الأرض لأنها بتؤدي لرفع الهواء إلى طبقات الجو العليا. خلينا نقول إنه ده يعتبر بداية مبشرة زي ما ذكرنا في البداية، إن شاء الله مع بداية فصل الخريف هتنخفض درجات الحرارة أقل من المعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي، لكنه طبعا مش هيكون انخفاض كبير، وهيكون بالتزامن ده هيكون بالتزامن معاه انخفاض طفيف أيضا في نسب الرطوبة. الجو بالليل هيكون عامل ازاي؟ بالليل طبعا ما فيش تغير جوهري عن الأيام اللي فاتت أو الليالي اللي فاتت، هتظل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة ما بين ال 25 ل 26 درجة مئوية، بتوصل ل 28 و29 على محافظات جنوب الصعيد، كمان ارتفاع نسب الرطوبه خلال ساعات الليل بيكون هو الاقوى، يعني العظمى عظمه الرطوبه بنسجلها خلال ساعات الليل اللي بتوصل لاكثر من 90% بالنسبه لسواحلنا الشماليه واكثر من 80 او 85 على القاهره الكبرى، وبالتالي هتظل الاجواء خلال ساعات الليل مائله للحراره لكن بتختلف من ليله للثانيه في حالة وجود بعض النسمات وهبات الرياح الخفيفة اللي بتلطف الأجواء شوية
السواحل الشمالية طبعا بالليل بتكون هي أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية، بتوصل معاها الصغرى بحدود 23 درجة مئوية خلال ساعات الليل. فنقدر نقول إن السواحل الشمالية خلال ساعات الليل الأجواء فيها معتدلة بشكل نسبي. كمان لو اتكلمنا عن حركة الملاحة البحرية، البحر الأحمر لازالت فيه ارتفاعات في الأمواج بتوصل لـ2.5 المتر، لكن البحر المتوسط أقصى ارتفاع للموج ليه بيكون حوالي 2 متر. لكن عايزين نأكد على حاجة مهمة، إن ارتفاع 2 متر على البحر المتوسط ممكن يجعله مناسب ومؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، لكن ممكن يكون في بعض الاضطرابات الخاصة بالنسبة للمصيفين على البحر المتوسط. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 35-26، الإسكندرية 32-24، العلمين الجديدة 32-23، مطروح العظمى فيها 31 والصغرى 24، دمياط 32-27، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 36-25. السويس العظمى فيها 36 والصغرى 25، العريش العظمى فيها 33 والصغرى 24، كاترين العظمى 30 والصغرى 16، طابة 33-26، حلايب 35-30، شلاتين 39-31، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 39-29. من أول هنا درجات الحرارة هتبتدي ترتفع مع الاتجاه جنوبا، الفيوم 37-25، بني سويف 37-25، الوادي الجديد 42-28، أسيوط 39-25، سوهاج 40 والصغرى 27، قنا 43-28، الأقصر 43-29، أما أسوان 43-29. أعلى درجات حرارة موجودة طبعا في الجزء الجنوبي، بس موجود برضو انخفاض في درجة الرطوبة، فأعتقد أن الإحساس بدرجات الحرارة هيكون أقل.